يقف الطفلان عبد الرحمن وعبد الله على الشارع العام وسط مدينة تعز لتوزيع التمر والماء على المارة وقت أذان المغرب. مبادرة صغيرة منهما تختزل مشهدا عظيما للتكافل والتراحم بين الناس، مشهد لطالما غاب كثيرا بسبب تردي الأوضاع المعيشية في عموم البلاد. هنا في إحدى شوارع مدينة تعز يتواجد هؤلاء الشباب في وقت أذان المغرب لتوزيع الماء والتمر للمارة في الشوارع في هذا الوقت. من متى بدأت أنت تخرج هنا توزع للمارة يعني التمر والماء؟ قبل أمس. من فين تجيب التمر؟ والله أنا وفي واحد من أصحابي اللي هو هذا، أنا أجيب كيس تمر وهو يجيب كيس تمر، ونشتري قراطيس نفترق بياس ونشتري قراطيس، والماء نجيبه من السبيل فيما في سبيل كوثر. على الرغم من تراجع حملات الإفطار الجماعية هذا العام، إلا أن المبادرات الصغيرة لم تتوقف، بل كانت حاضرة في معظم شوارع المدينة، وهو الأمر الذي لاقى استحسانا واسعا بين أفراد المجتمع وأحيا روح التكاتف والتعاون بينهم. بالنسبة للشباب الآن اللي يجيبوا المبادرة دي الإفطار الصائم، مبادرة حلوة، مبادرة إسلامية، بالناس في سواقين بالخط يشتغلوا، يحب إنه يفطر، بيلاقي الماء، بيلاقي التمر من الشباب، برضو يعني حاجة حلوة يعني ما دي تخليش السواقين يستعجلوا من باب الفطور يعني بيجزع إنه بأي قولة يلاقي حقه الفطور موجود. بالنسبة للسواقين الباصات، الدراجات النارية، رجال المرور. تحضر العادات الدينية في رمضان بشكل أكبر من باقي العام، وتترجم إلى واقع عملي ينعكس أثره بشكل إيجابي على حياة الناس، وذلك للتعبير عن أهمية التكافل الاجتماعي الذي كاد أن يغيب عن هذه البلاد. نحن سنوياً نخرج بشهر رمضان الكريم في قولة المسبح نفطار الصائم، لعل الله يكتب لنا خير، وتعاونوا شباب الحارة في تكيس التمر والمي، وهناك فاعل خير داعم هو اللي يدعم بالتمر، والبقية يتداولون بالقولة. الظروف المعيشية التي يمر بها اليمنيون لم تمنعهم من إحياء عاداتهم الخيرة في شهر رمضان، فمبادرات الإفطار المنتشرة في الشوارع تعزز من مبدأ التكافل في أوساط المواطنين رغم تردي أوضاعهم. لبرنامج رمضان والناس، أسامة عفيف.